أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد، ويمكن أنك نقرت على هذا الفيديو لأنك تريد أن تتعلم البرمجة ب10 دقائق. طبعا أكيد هذا العنوان فيه مبالغة، أنا وضعت هذه المبالغة حتى أشد اهتمامك وأخبرك بالحقيقة مباشرة وبوقت مختصر جدا وبكلام مختصر جدا أن هذا الكلام غير صحيح. لا يمكنك تعلم البرمجة في 5 دقائق أو 10 دقائق أو ساعة أو ساعتين أو سنة أو سنتين أو ربما حتى في 10 سنوات. فالبرمجة هي علم كباقي العلوم، يحتاج وقت كبير حتى تفهمه وحتى تصبح خبير فيه، حتى تستطيع بناء تطبيق بسيط ربما تحتاج لسنة أو سنتين على أقل تقدير. فأي شخص يقول لك تعلم البرمجة في وقت قليل أو تعلم الموضوع الفلاني في وقت قليل، فأعرف أن هذا الشخص يريد أن يشد اهتمامك كما أنا أردت ذلك حتى تشاهد هذا الفيديو وحتى أوضح لك هذا الموضوع، ولا تنخدع أبدا بهذا الموضوع. أيضا بخصوص البرمجة، ربما تختلف أيضا عن باقي العلوم لأن فيها تشعبات كثيرة، والشخص المبرمج بمجال معين لا يعني أنه مبرمج أو يعرف بالمجال الآخر. فمثلا الشخص الذي يعرف بتطوير الويب لا يعني أنه يعرف ببرمجة تطبيقات الهاتف، ولا يعني أنه يعرف مثلا ببرمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا يعني أنه يعرف أن يبرمج ألعاب، ولا يعني أيضا أنه سيعرف أن يقوم بعمليات الاختراق والهاكينج. فكل هذه مجالات متعددة، حتى لا يعني أنه سيصبح مبرمج أنظمة تشغيل أو أنظمة برامج ديسكتوب. فإذا كل هذه برامج مختلفة، كل واحدة فيها أو كل هذه مجالات مختلفة، وكل مجال منها يحتاج منك عزيزي المتابع لسنوات من التعب المتواصل. فإذا أنت أردت أن تتعلم أي واحدة من هذه، لا مشكلة، أكيد أن يمكنك أن تتعلم ذلك. أي إنسان بالعالم يمكنه أن يتعلم أي شيء إذا وضع فيه الجهد والتعب والتصميم وساعات طويلة. فأنت يمكنك أن تتعلم برمجة أكيد، أو يمكنك أن تتعلم مجال معين من البرمجة الذي أنت تختاره، إذا كان برمجة ألعاب أو اختراق أو تطوير ويب أو تطوير تطبيقات إلى آخره من المجالات. يمكنك أن تدخل بهذه المجالات، يمكنك أن تتعلم مجال مجالين، يمكنك أن تتقن مجال مجالين 3 مجالات، لكن بالتأكيد لا يمكنك أن تتقن كل شيء موجود لأن هذا بحر كبير جدا. فالشيء الذي أنا أريد أن أقوله لك، إذا كنت إنسان مبتدئ للتو تريد أن تتعلم، فلا أريد أن أحبطك لكن أريد أن أضعك بالحقيقة. إذا أردت أن تبدأ بالتعلم فاعرف أن هذه مسيرة طويلة تحتاج منك خطوات طويلة، فلا تجهد نفسك في التعلم بدقيقة، ولا تجهد نفسك بالتعلم ل5 دقائق، ولا تجهد نفسك في التعلم بساعة أو مشاهدة فيديو 4 ساعات تعتقد أنه ستتعلم العالم كله في 4 ساعات. هذا شيء خاطئ. حتى لو كان الفيديو المكون من 4 ساعات فيه العلم كله، أنت تحتاج ربما شهر لتطبق هذه ال4 ساعات وتفهمها وتستوعبها وتجعلها مطبقة في حياتك لكي تبني تطبيق مفيد أو تستخدمها فعلا. فبالتالي إذا بدأت للتو فأنا أنصحك أن تأخذ ساعات مستمرة في العمل على دراستك، وكل يوم مثلا ساعة ساعتين. شاهد هذه الفيديوهات التي تقول تعلم بساعة وتعلم بساعتين، شاهدها لا مشكلة، تعلم منها، قم بإنشاء المشاريع، لكن تذكر هذا فقط لأسلوب دعائي لشدك للفيديو. الأساس هو العمل، الأساس هو التعب، الساعات متواصلة. إذا أنا أؤكد لك، إذا استمريت بالعمل مثلا 3 ساعات لمدة عام، فأنت بالتأكيد ستصل مرحلة مهمة بمجال البرمجة الذي اخترته أن تتعلموا. فإذا هذا فقط، هذه رسالتي لك اليوم، وأتمنى أنك استفدت من كلامي. فإذا شكرا للمتابعة ومع السلامة.